هيدي النقطة كتير مهمة، يعني بعد ما بيتزوجوا وتجيبوا أطفال هنن عم بيخرجوا جيل فاشل، الخلافات عم بتصير وبيأثر على الطفل ومشاكل أمام الطفل، الموضوع كبير يعني كتير كتير، وله تأثيرات على هيدا الطفل قبل ما يكون عليهم، يعني الطفل بيكون أهم برأيي أنا. صاير لا عم يهمهم الطفل ولا عم يهمهم شيء، يعني بده يتخلصوا من بعض. شو مصير هيدا الطفل؟ ما في استراتيجية عندهم انه كيف رح يكون مستقبله، كيف رح يكبر. اوكي، كمان انه عملنا وصدقنا ما عم بتفقوا، بده يتطلقوا خلاص. المشكلة الكبيرة